طيب بن جابر. ما حال خطي سبوقني يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحذو الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مع منافسات وتحديات الكبار ومسافة 8 كيلومترات. هذه المسافة المرافقة لنا بالتحديات مع هذه الشعارات المميزة، شعارات أبناء القبائل ومنافسات الأشواط العامة التي نتابعها بتحديات الكبار وعلى أرضية ميدان الشحانية درة ميادين الخليج، على أرضية ميدان التحدي مع منافسات هذا المهرجان الغالي، هذا المهرجان المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مع منافسات وانطلاقات أشواطنا لهذه الفترة الصباحية، مع شوطنا السابع الذي نتابع به الأسماء الكبيرة المشاركة والحاضرة والمنطلقة، لنتابع هذه اللقطات الجميلة والصور المميزة التي تدور على أرضية ميدان التحدي، من منافسات، من حضور، من ثقل للشعارات المشاركة والأسماء التي تشاركنا في هذا المهرجان والعرس التراثي الكبير، وهذه الأعداد التي تزداد دائما وأبدا في منافسات الصغار والكبار، فإن دل ذلك يدل على نجاح هذا المهرجان وعلى نجاح القائمين على هذا المهرجان من لجان وإعلاميين ومنظمين. لنبدأ معكم وبحضراتكم شاكرين لكل من قام واجتهد في نجاح هذا المهرجان المثير. نبدأ مباشرة بالنداء مع المركز الأول لنتابع المقدمة من ياسر مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري، يقدم لنا من ياسر على المركز الأول ومع صدارة والقيادة. المركز الثاني نتابع الذيب المحمد بن سلطان بن مطر بن مرخال الاكتفي على المرتبة الثانية. المركز الثالث الساعي المبارك بن خميس بن محمد بالصوب الاكتفي. والمركز الرابع نتابع المركز الرابع، عطنا الرابع يا مخرجنا الغالي، لنتابع يا بن خزينة بهذه اللحظات مذيار لسيف بن محمد بن خلفان المنصوري يتقدم شعار على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع بهذه اللحظات النصيبة لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. كذلك نتابع خلف الخمس، هنالك أسماء حاضرة بالمقربة من دائرة الأسماء الخمسة الأولى، بل الخمسة المراكز المتقدمة بدأت تنعزل عن مجريات الشوط لنتابعها في كوكبة بالمقدمة والصدارة. وكذلك خلف النداء نشاهد على الكادر الأسفل كوكبة من الأسماء والشعارات الحاضرة في مسيرة هذا الشوط. باقي المسافة طويلة، سوف تظهر معنا أسماء مميزة وشعارات حاضرة بهذه الانطلاقة، راقبوها وتابعوها في الوقت المناسب من مسيرة ومجريات شوطنا المنطلق. بتكتيك من المضمرين ومن الملاك دائما وابدا يكون هنالك أسماء تكون في المقدمة وأسماء تكون لها حضورها مؤخرا مع منافسات الكيلوات المتأخرة. نعود إلى مجريات الشوط لنتابع على مقدمة هذا الشوط شعار الصعب الذي بدأ يغير إلى الصدارة ليشن الغارة مبكرا، مقدما لنا الذيبة محمد بن سلطان بن مرخان، يقدم لنا الذيبة التي بدأت تكشر بأنيابها على الصدارة، بأنيابها مكشرة بانطلاقتها نحو البداية والمقدمة. المركز الثاني الله الساعية، الساعية ماذا تسعى الساعية بانطلاقتها، تسعى إلى نيل المطالب، إلى نيل العلا، إلى كسب ناموس هذا الشوط نيسان باترول ستيشن، هنالك بالانتظار والساعية تراقب هذه الانطلاقة. المركز الثاني
السعي المبارك بن خميس بن محمد بن صوب الاكتبي، هل سيصوب الهدف بانطلاقة شعار أم يكون هنالك رأي آخر من الأسماء القادمة؟ المركز الثالث نتابع بهذه اللحظات القدوم والوصول والانطلاق من شعار بن دري القادم بانطلاقته مع نصيبة سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا شعاره الجميل مع المركز الثالث هذه اللحظات، لكن المركز الثالث ينخطف من قبل الحذره، خليفه بن سلطان بن خليفه بن رشيد السويدي، شعار بن رشيد احد المحاربين القدامى، احد الشعارات الخطيره التي دائما تحضر بالانطلاقات المثيره، ليتقدم الى المركز الثالث، بالفعل الاسماء التي تتواجد على المقدم والشعارات الكبيرة الأربعة الأولى، هذه شعارات لها منافساتها في قديم الأزمان وتحضر بهذه الانطلاقات لتكون حاضرة بقلب الحدث في عامنا هذا الجديد بانطلاقاته وتحدياته. المركز الخامس أيضا شعار له ثقلة، ظهر مجددا بتقديم النوعيات الجميلة وكان ظهوره قويا منذ البداية، استهدف الرموز وخطف الرموز، استهدف السيوف وكان خاطفا للكيف والسيوف في جميع ميادين الخليج، كان هذا الشعار بصمة قوية، شعار المسند الحاضر بالانطلاقات. المتقدم نحو المركز الرابع ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، اطلقوا عليه الزملاء والاخوان ملك السيوف، اطلق عليه الانيق لما قدم من انجازات غفيرة، لما قدم من انجازات كبيرة، كذلك ارتبط هذا الشعار مع اسم المقامر لما قدم من مقامرات ناجحة، بل من اسماء قوية قدم المقامر اسماء كبيرة. ليتابع هذا الشعار، ليتابع قوة ونتابع القوة ما بين ناصر بن عبد الله المسند وكذلك المقامر الزعبي، من يتابع تحديات هذا الشعار على المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن دري الحاضر على المركز الخامس مع نصيبة سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، كذلك نتابع اسم قادم يا اخوان وصلت بهذه اللحظات الواعية، صالح بن محمد بن علي السندوانة يتقدم شعاره على المركز الخامس. المركز الخامس شعار السندوانة صالح بن محمد بن علي السندوانة المري مع المركز الخامس، ومع خامس الأسماء أيضا من الأسماء التي كانت تحضر مؤخرا لكنها كان لها الحضور مبكرا مع هذه المسيرة، مع المركز الخامس وما زلنا نترقب قدوم للأسماء، قدوم للشعارات، قدوم لأبناء الشحانية وكذلك للضيوف. الضيوف وينك يا أبو راضي؟ وين شعارك الحاضر بهذه الانطلاقة؟ كان أيضا له الحضور المميز في أول أيام المهرجان، لابد أن يكون له حضور في آخر أيام مع هذه الانطلاقة الجميلة. نتابع الأسماء القادمة، الأسماء الحاضرة في مسيرة هذه الانطلاقة، لكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى البداية. نساب الانتظار بدأت بهذه اللحظات ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، بدأ يرتفع المستوى الفني، بدأت تتقارب الشعارات، بدأت الشعارات تقترب بهذه اللحظات لتبدأ الخطورة بهذه المسيرة، بهذه الانطلاقة، بهذا التحدي المثير، بهذه المسيرة الرائعة مع الانطلاقات الجميلة، مع الانطلاقات الرائعة بهذه التحديات. أعود إلى البداية، أعود إلى المرحلة
المركز الاول لأتابع. ماذا يقدم لنا سعيد بن بطي مع تحديات المركز الاول؟ المقامر المقامر الانيق، شعار الانيق، بدا بالاناقه مع المركز الاول مقدما لنا خوه على الصداره، خوه على المقدمه ايضا. هذه خوه خويه للناموس، خويه لماده الزعفران، ولا يكيف راسا للزعفران الا الزعفران. يا رمضان يا رمضان كثر الزعفران على قوة الحاضر على المركز الأول. إن لم يكن هناك رأي آخر، بالرشيد من أقوى المنافسين، من أقوى المنافسين، ممثل جميلة، أحد الفطاحلة، أحد المحاربين القدامى، يقدم لنا شعاره على المركز الثاني مع تحدي أثر الأسماء. من يتواجد؟ خليفة بسطاب، خليفة بن رشيد السويدي يقدم لنا الحذرة. السندوانة على المركز الثالث، من يقدم لنا الواعي؟ الصالح بن محمد السندوانة. المركز الرابع، الساعية، مبارك بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي مع المركز الخامس. لكن أعود، أعود إلى أخوة، أعود إلى أخوة. الله، خوة على المركز الأول، ملك السيوف الأنيق الأنيق. من يتابع هذا التحدي الكبير؟ من يقدم لنا قوة؟ لكن نصيبة غادمة، غادمة بهذه اللحظات أو هذه الحذرة، الحذرة الحذرة. بالرشيد بالرشيد بالرشيد، المسرد المسرد بالرشيد. الله، السندوان يراقب الأوضاع من دري قادم. الأسماء واصلة، وصلوها للطلايب. راي قادمة، راي قادمة. الله، مهير بن علي بن سعيد بن دري المصوري، لكن بالرشيد بالرشيد، احد الفطاحلة، احد المحاربين القدامى. اهالي جميرة، اهالي جميرة، قدموا لنا هذا الانطلاق الجميل. الحذرة الحذرة الحذرة، سلام الحذرة، سلام سلام وتحية واحترام لخليفة ابو سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. من قدم، من قدم للحذرة، من قدم للحذرة. سلام جميرة، سلام سلام جميرة وضحية على هذا الناموس الجميل، على هذا الناموس المستحق. هذه هي الحذرة ولحظة الوصول خاطفة النيسان الثاني والتبريكات. المركز الثاني، وصلت الحذرة لمحمد بن علي بن حامد مصبح النيادي. المركز الثالث، كان الوصول من قبل راي المهير بن علي بن سعيد بن دري المنصور. المركز الرابع، خوة لناصر بن عبد الله المصري. المركز الخامس، كان الوصول من معركة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. شكرا بالخزينة على موافاته بالأسماء، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذه الانطلاقة وفي هذه المسيرة. كان الوصول بتوقيت الحذرة 12 دقيقة 55 60 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزفها لخليفة سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، من أهدى أهالي جميرة هذا الناموس الجميل والصباحي. المركز الثاني، كان الوصول من قبل الحذرة، توقيت الزمني 12 دقيقة 58 ثانية 74 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزفها لمالك الشهنية، الثاني والناموس لمالك الحذرة محمد بن علي بن حامد بن مصبح النيادي. المركز الثالث، 13 دقيقة بدون ثواني 14 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزف والي مالك راي مهير بن علي بن سعيد.